اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي نادي الرجاء كابتن الكبير كابتن رمضان السيد. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ابو حميد، انت اللي منور. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. شفت فيك مجروحه، الناس عارفه ان انا بحبك جدا وان انا ابنك يعني بالعافيه. طبعا طبعا. فشفت فيك مجروحه، عايز ابارك لك على النتائج الهايله اللي انت عاملها مع الرجاء في الاول، وبعد كده بقى قول اللي انت عايزه. يلا ابارك فيك. طبعا الحمد لله والله رب العالمين. يمكن احنا الحقيقه عاملين نتائج هايله الحقيقه مع نادي الرجاء. يمكن اقدر اقول لك يا ابو حميد ان احنا اخر 8 مباريات الحقيقه عاملين يعني 7 نتائج ايجابيه من ضمنهم 3 فوز. هنستعرض النتائج. طبعا الحمد لله الحقيقه يعني عاملين نتائج كويسه، بس يمكن هي احنا تعطلنا شويه رغم ان احنا متاخرين. بدانا بعد كان الفريق لعب 16 مباراه، لكن الحمد لله يمكن في حوالي 4 مباريات او 3 مباريات كنا ممكن نعمل فيهم نتائج ايجابيه كانوا يخلونا نعدي بشكل كبير جدا. دي حقيقه. يعني يمكن الاسيوطي رغم علي ماهر عامل تيم كبير قوي، احنا التحكيم ظلمنا شويه في 3 ضربات جزاء اتحسبوا علينا، من ضمنهم ضربتين مش ضربات جزاء خالص. انا كلمتك يوم قلت لك انا معاك، المدافع بصراحه كان والانتاج الحربي الحقيقه برضو نفس الحكايه، اتحسب علينا ضربه جزاء من خارج المنطقه والمختار. طبعا فعلا. عملنا جيم كويس او جيم هايل. الداخليه يعني الحكم بيرفع 3 دقائق وقت ضايع، واحنا بنعترض ان هو بيحسب 3 دقايق وقت ضايع، بيجي فينا جول في الدقيقه 2 من الهجمه المرتده. الحقيقه احنا ما كناش راضيين بالتعادل. نتائج الحمد لله، لو احنا الامور كمان كانت مشيت فيها توفيق شويه كنا ممكن نروح لبعيد شويه ابعد من كده. يعني احنا هنتكلم عن الماتشات وهنتكلم عن المباريات اللي حضرتك توليت المسؤوليه الفنيه فيها، وهنتكلم كان الرجاء فين وبقى فين، وهنتكلم من يعني لو حضرتك بنتكلم في ماتشات الرجاء مع كابتن رمضان السيد من اول بدايات كنت هتلاقي الموضوع مختلف خالص. بالظبط. عن بالزبط. الوضع الحالي. بالزبط. لكن هي كانت مغامره، وانا اتكلمت مع حضرتك قبل كده مغامره، وحضرتك انت قبلت ان انت تتولى مسؤوليه نادي يعني الناس كتير قوي بيقولوا ان هو ممكن يقع، لكن انت غامرت كالعاده. هو انا مش غامرت قد ما هي انا بحب التحدي الحقيقه في كل شغلي. بحب التحدي. يعني يمكن ممكن مثلا نتعرض عليك انديه تكون امكانياتها عاليه ومش عارف ايه وبتاع، ده ما بيستهونيش قوي قد انك تروح في نادي يبقى فيه الامكانيات والنتائج مش مظبطه وتعمل نتائج. واعتقد ان احنا لينا نتائج الحقيقه قبل كده مع نادي بتروجيت، وكنا واخدين الحقيقه في بونت وترتيب ال 20 وجمعنا 48 بونت. احنا النتائج طبعا يمكن الوقت بس كان الكلام ده كان مثلا بعد 6 مباريات، لكن النتائج في او الامور بتاعه نادي الرجاء الحقيقه كانت بعد 16 مباراه. بالظبط. فهي دي بس اللي يعني، لكن احنا نقاط قليله جدا. عدد نقاط كان 8 نقاط، وفي نفس الوقت احنا روحنا طبعا يعني بنعمل تيم جديد، وفي نفس الوقت بتعمل تكوين، في نفس الوقت انت بتعمل مطالب منك انك المعنويه كانت منخفضه جدا للعيبه. بالظبط. اشتغلت على النواحي النفسيه بقى، واشتغلت ان انت بتعمل تكوين فرقه جديده، واعتقد ان ده كله اتعمل في خلال شهر. فيعني دي تجربه الحمد لله لغايه دلوقتي احنا ماشيين فيها بنجاح كبير، لكن النجاح الاكبر ان احنا بعد الاربع مباريات نشوف نادي الرجاء يعني بنشتغل لغايه اخر صفاره في الدوري الممتاز. والله يا كابتن حتى لو ما حصلش نصيب يعني يعني الحمد لله خلينا واقعيين. انا بتكلم ان انتوا بقالكوا شكل. بالظبط. نادي الرجاء مع احترامي لكل اللي كانوا قائمين عليه قبل كده، لكن الرجاء بقى ليه شكل. الرجاء لما تسمع المشاهد حتى لو ما تتفرجش عليها تسمعها في راديو، الرجاء 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 بيضيع، الرجاء بيضيع، الرجاء بيضيع. بالظبط. فعلا يعني في جه فيك في اخر الماتش جه فيكوا جوال غريبه جدا، تحس ان الرجاء متسيد الموضوع، وبعد كده جه فيه اهداف غريبه برده جدا. اللعيبه كانت في حته واتنقلوا فنيا في حته ثانيه. انا شايف الكلام ده، انا بصفتي بحب التدريب فشايف تحركات الفرقه، شايف طريقه الدفاع، طريقه الهجوم. بقى في ساعات في لخبطه، بس ده وضع طبيعي انت ماسك الفرقه. يعني انا افكر حضرتك بالمباريات، اول ماتشات كانت مع الكابتن رمضان السيد مع فريق نادي الرجاء كانت ماتش الاتحاد، والاتحاد السكندري برضو فرقه مش صغيره، فرقه كبيره جدا، وفرقه كمان كانت عمل انتقالات في يناير قويه جدا. بالظبط. محمد ابراهيم دايما بشيد بيه بصراحه، عمل انتقالات قويه جدا جدا. بالظبط. ودعم جماهيري ودعم مادي ما شاء الله من الحاج محمد نصير. انا بتكلم في فوارق، بتكلم كمان في نادي الاتحاد كان بينافس كمان ان هو يطلع من منطقه الهبوط، وقابل الرجاء
وتعادل معاه. دي كانت اولى مباراه الكابتن رمضان السيد، تعادل معاه 0-0، كانت مفاجاه كبيره جدا. بعد كده الرجاء والمقاولين، الرجاء 1-0 كسب المقاولين، المقاولين العرب. الاسيوطي والرجاء، الاسيوطي كسب الرجاء ب3 اهداف. الاهلي والرجاء اكيد طبعا المباراه كانت صعبه جدا جدا، مع ان الرجاء اتقدم على الاهلي الشوط الاولاني في الشوط الاول، لكن طبعا الاهلي الله يكون في عون اي حد بيلعب نادي الاهلي 3-1. والانتاج كسب برضو الرجاء، والداخليه كسب 1. بعد كده الرجاء كسب انبي ب3 اهداف، دي برضو كانت مفاجاه من العيار الثقيله. سيب حضرتك تتكلم زي ما انت عايز. المصري بورسعيدي في ماتش كان المصري، كان حسام حسن والمصري، اتعادلوا 0-0. وطنطا والرجاء 0-0 في طنطا، الرجاء وسموحه 0-0، دجله والرجاء، الرجاء كسب في كان في ماتش كان في في دجله 3-2. الرجاء وبتروجيت 1-1. الزمالك، وهنتكلم هتكلم مع حضرتك معاك في الزمالك، كان بصراحه كان فيه حاجات. والرجاء وطلائع الجيش 1-0. يعني لما تيجي تتكلم في مجمل المباريات يا كابتن رمضان، كام نقطه؟ يعني احنا المفروض من اول ما مسكنا عبد الحميد جمعنا 17 بونت. الدور الثاني 16 بونت. احنا لما تيجي تعمل تقييم كده للجدول، الحقيقه احنا المفروض المصري المركز الثالث مجمع 16 بونت او 19 بونت. يعني احنا الفرق بين اللي احنا جمعناه في الدور الثاني وبين المركز اللي هو المركز الثالث نقطتين، ثلاث نقاط. 16 بونت 19 بونت 16 و19. الحقيقه طبعا يعني ده زي ما قلت لك، انا بعتبر ان احنا ماشيين بخطوات كويسه قوي. يمكن اخر 8 مباريات يا عبد الحميد كمان احنا عاملين حاجه برضك بتعتبر بتحسب لينا وبتحسب للاعبتنا وبتحسب لمجلس ادارتنا. بالظبط. الحاج سعد ابو صندوق الحقيقه ما سابناش ودعمنا في يناير بشكل كبير جدا. احنا في اخر 8 مباريات يا عبد الحميد في 5 مباريات ما دخلش فينا هدف. يعني يمكن بنتساوى مثلا مع فرق كبيره جدا جدا، 5 مباريات من 8 مباريات ما بيخشش فيك هدف. اعتقد ده النظام الدفاعي اللي موجود، الجماعيه اللي موجوده واحنا بندافع، والجماعيه اللي موجوده واحنا بنهاجم، معموله بشكل الحقيقه هايل. يعني انا بحسبها طبعا للجهاز الفني، طبعا انا معايا جهاز هيثم شعبان مدرب عام، مدرب هايل، التيم عمل الحقيقه محترم جدا. معايا طبعا ابو مسلم مدرب حراس مرمى، معايا كابتن عموله مدير كوره، لكن الاول قبل اي حاجه انا بحب اشيد الحقيقه بالحاج سعد ابو صندوق. بكرر تاني ان ممكن اي حد كان رمى الفوطه في انتقالات يناير، لا ده احنا عملنا تدعيم قوي جدا 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 في يناير، ويمكن كل اللعيبه اللي احنا تعاقدنا معاها واللي احنا طلبناها هو جابها لنا، وطبعا ساندنا بشكل كويس قوي. عشان كده الحقيقه احنا ماشيين بخطوات كويسه. انا بقول لك يا عبد الحميد، رغم الثمان مباريات الاخيره احنا عاملين فيها نتائج ايجابيه، لكن احنا كنا ممكن سموحه مثلا بالظبط يعني كنا نكسبها بسهوله. يعني الشوط الاولاني كنا ضايعين كتير جدا، بس الشوط الاولاني احنا ضايعين كتير، يعني مش اقل مثلا من 8 فرص الشوط الاولاني والشوط الثاني. احنا اللي كنا قريبين للمكسب الحقيقه. زي ما قلت لك الداخليه اللي احنا اتغلبناه، احنا الراجل بيرفع 3 دقايق تعترض على 3 دقايق، والفرقه الثانيه يعني مستسلمه، ورغم ذلك في هجمه مرتده بتيجي فينا جول. يعني بتروجيت احنا الافضل، واحنا اللي كنا الحقيقه بشهاده الجميع، مش بشهادتي انا، بشهاده الجميع، احنا كنا الاقرب لل3 نقاط. فاعتقد ان احنا كنا ممكن كمان نتخطى ال 17 بونت في الفتره اللي فاتت، وده كان هيبقى بقى يعني. لكن احنا بنقول احنا الحمد لله وهنواصل، والحقيقه هنواصل نتائجنا الايجابيه ان شاء الله باذن الله، لان احنا عندنا 4 مباريات هنتكلم فيهم. هنتكلم في الاربع مباريات المتبقيه لنادي الرجاء، واللي قدم كره كويسه جدا بصراحه، مش عشان الكابتن رمضان قاعد، اعتقد بشهاده الجميع الكابتن رمضان عمل نقله فنيه قبل النتائج كمان في فريق الرجاء. تعالوا نشوف تقرير عن كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي ومدير فني نادي الرجاء الحالي كابتن رمضان السيد، ونرجع لحضراتكم على طول. هو واحد من العلامات البارزة في تاريخ كرة القدم المصرية، ظهرت موهبته منذ نعومة أظفاره. هو النجم الخلوق رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق الرجاء. ولد في حلوان في 11 من إبريل عام 1957. انضم لفريق كرة القدم بنادي التصنيع وهو في 8 من عمره. تدرج في المراحل العمرية داخل نادي التصنيع،
إلى أن صعد للفريق الأول وهو في 15 من عمره، إلى أن أصبح حديث الصباح والمساء داخل المستطيل الأخضر. هو الأمر الذي جعله ينضم لصفوف المنتخب الوطني بالرغم من أنه لم يكن ضمن صفوف الأهلي أو الزمالك، حيث اختار الشيخ طه اسماعيل المدير الفني للمنتخب الوطني عام 1980 رمضان السيد. وبالفعل كان أحد العناصر الأساسية للمنتخب خلال البطولة الإفريقية التي أقيمت في نيجيريا في العالم نفسه. نظرا للتألق الغير عادي لرمضان السيد في البطولة، انضم لصفوف النادي الأهلي عام 1980 ليحقق أحد أهم أحلامه الكروية. ظل رمضان السيد داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 5 أعوام، تدرب تحت قيادة كل من المدير الفني المجري كولاتشاي والراحل محمود الجهري، حصد بطولة الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والبطولة الإفريقية مرة واحدة. بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم عام 1985 انطلق مشواره التدريبي، حيث عمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتولى تدريب فريق 13 عام ثم 15 عام، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول في منصب المدير المساعد مع الكابتن أنور سلامة حينما كان يقود الفريق الأول فنيا. بعد ذلك قاد تجربة الرجل الأول في القيادة الفنية مع أندية الشرقية للدخان، غزل السويس، دمياط، إمبي، بتروجيت، بترول أسيوط، المريخ، بلدية المحلة. حاليا يقود فريق الرجاء في الدوري الممتاز، حقق مع الفريق المطروحي نتائج أكثر من رائعة تنم على أنه مدرب من الطراز الرفيع، لا سيما وأنه نجح في فك شفرة الانتصارات مع الفريق منذ توليه مهمة القيادة الفنية خلفا لعماد النحاس. حصل رمضان السيد على لقب أفضل مدير فني في الدوري الممتاز حينما كان يقود فريق أسوان عام 1992، ومنحه الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق تكريم أفضل مدرب بعدما حقق نتائج أكثر من رائعة، خاصة وأنه نجح أيضا في الصعود بالفريق للدوري الممتاز. هو حقا اسم لامع سواء أكان لاعبا أو مدرب، رمضان السيد. أهلا بحضراتكم، اتفضل يا كابتن. عبد الحميد، هو الحقيقة في دورة الألعاب الأفريقية كان الشيخ طه سنة 78، تمام، لكن 80 كان الكابتن عبد المنعم الحاج، تمام، كان هو المدير الفني. وطبعا ده لازم كل واحد ياخد حقه. الشيخ طه طبعا أخذني من التصنيع وأنا في الدرجة الثانية، وطبعا ده كان حاجة طبعا يمكن أول مرة تحصل. لكن الكابتن طبعا عبد المنعم الحاج كان هو المدير الفني في البطولة الأفريقية في نيجيريا سنة 80، تمام. عاوز أتكلم على بداياتي. الحقيقة لازم في بداياتي ما انساش طبعا فضل، يعني في واحد كابتن فتحي ابراهيم كان ماسك نادي عرب وغنيم، وده كان ليه فضل كبير جدا 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 عليا في الفتره من 8 سنين لغايه 13 14 سنه. الراجل ده كان ليه فضل كبير قوي قوي عليا يعني، تمام. لكن بعد كده انتقلت طبعا لنادي التصنيع. تمام تمام. يعني اللي انتم ما تعرفوش عن الكابتن رمضان السيد بصرف النظر ان هو مدير فني على اعلى مستوى، ان هو انسان من اطيب الناس اللي ممكن تقابلوهم في حياتكم، ودي حقيقه. يعني انا تجربه شخصيه مع كابتن رمضان، عمر احنا مع بعض. ربنا يخليك يا ابو حميد. طبعا برضو كان في التصنيع يا ابو حميد نجوم الحقيقه كبار، طبعا لسه كان اخرهم طبعا اينو الله يرحمه، نجم كان كبير قوي. كان في الحقيقه شريف عبد الحميد، كان في فوزي التابعي، كان في مجدي العسوي، كان في شفه، كان في دوبل. الجيل ده ناصر محمد علي الله يرحمه، الجيل ده كان فيه الحقيقه نجوم كبار جدا جدا. يمكن في الموسم ده احنا عملنا مثلا، كان ايام المكسب ببنتين، عملنا مكسب على النادي الاهلي وتعادلنا في الدور الثاني مع طبعا تحت قياده الحقيقه النجم الكره الحقيقه الكابتن عز طبروس، اللي فضل عليا وعلى كل الجيل ده الحقيقه. كان في منير عطيه، كان في جيل الحقيقه على مستوى عالي جدا في الوقت ده. اكيد اكيد يا كابتن، يعني كلها كانت نجوم كبيره جدا، وحضرتك طبعا نجم وتستاهل كل ما يقال عنك. يعني
الرجاء 16 نقطة، حضرتك قلت لي 16 نقطة معهم من الدور الثاني، الدور الثاني، وفي بونت الدور الأول، نهاية الدور الأول اللي هو الاتحاد، اللي هو الاتحاد السكندري. لسه أربع مباريات مصر المقصة مع الرجاء إن شاء الله يوم الجمعة، وبعد كده النصر والرجاء، يعني اتنين بره ملعبك بالظبط، والرجاء والإسماعيلي والاتحاد والرجاء، دول الأربع مباريات المتبقيين. مباريات صعبة، مباريات صعبة جدا، ومفيش مباراة حاليا دلوقتي مباراة سهلة بالنسبة لفريق الرجاء. يمكن احنا واحنا بنتكلم على تجميعنا 16 بونت في الدور الثاني، دي الصعوبة، لأنك انت وانت تقدر تجمع في الدور الأولاني بنات سهلة، البونت في الدور الثاني بيبقى صعب جدا جدا جدا. عشان كده يمكن انا بقول لك ان احنا يعني فرق ما بيننا وما بين المصري البورسعيدي اللي انا بعتبره عامل مواسم استثنائيه مع حسام حسن الحقيقه، اذا كان في الثلاث مواسم اللي فاتوا احنا الفرق ما بيننا وبينهم في تجميعنا للبنات في الدور الثاني ثلاث نقاط فقط لا غير، يعني بنعتبر مثلا عاملين نتائج يعني زي ما قلت لك قريبه جدا من الفرق اللي هي في المراكز الاربعه الاولى. لا عملته يا كابتن، انا بقول لحضرتك احنا مش راينا، احنا مش عشان الكابتن رمضان السيد قاعد معايا انا بقول الكلام ده، لكن هو كل النقاد الرياضيين وكل المشاهدين لمباراه الرجاء عرفوا ان في طفره اتعملت في نادي الرجاء فنيا قبل ما يكون فيها نتائج، زي ما قلت لحضراتكم مع الكابتن رمضان في ماتشات ما كانش يستاهل الكابتن رمضان حتى يتعادل فيها، لكن هي دي الكوره، هي دي الكوره طبعا، هي دي الكوره. بتفكر في الاربع ماتشات دول ازاي يا كابتن رمضان؟ يعني انت مين اللي قدامك، التارجت اللي قدامك مين من الفرق؟ يعني احنا مفروض اللي ناجي من الهبوط دلوقتي في الجدول دجله 30 بونت، احنا الفرق ما بينه 5 بونت، اللي فوقينا طنطا بيعتبر من الفرق اللي يعني ما بنلعبش عليها، لان طنطا بيعتبر يعني في كده ثلاث فرق بالظبط، يعني النصر واحنا وطنطا، لكن احنا دلوقتي بنلعب على بتاعك دجله، وبنلعب على ال 32 بونت، يعني بنلعب على الداخليه، وارد كل حاجه، كل حاجه يعني احنا معاك لسه 12 نقطه بحاجه بالظبط، وارد كل حاجه، لان انت لما بتتكلم مثلا ايه عبد الحميد طلع الجيش مثلا تيم كبير قوي، وبدا مع الكابتن حلمي بدايه قويه جدا وجمعوا بنات، لكن من سبع مباريات هم عندهم ست هزايم بالظبط، من سبع مباريات ست هزايم، اذا الكلام ده بنقول ايه، ان وارد يحصل مع اي حد، احنا في اربع مباريات وارد جدا ان احنا ربنا يسهل، وبالحقيقه بالطموح اللي احنا بنشتغل بيه كمجلس اداره وكجهاز فني وكلاعبين، احنا قدرنا ازاي نوصل للعيبه ان احنا اي مباراه بنلعبها لازم نلعب على الثلاث نقاط بطوله، بطولة يعني فعلا. ما فيش احنا يمكن شطبنا على كلمه دوري عام وقلنا ان احنا مبارياتنا كلها هتبقى مباريات كؤوس بطولة. يعني انت ما فيش عندك بديل غير انك تلعب على الثلاث نقاط بالزبط. الاربع مباريات اللي جايين دولت، وانت بتلاعب مصر المقصة في القاهرة، وانت بتلاعب النصر، وانت بتلاعب الاسماعيلي اللي هو بيلعب على المركز الثاني، وانت بتلعب الاتحاد السكندري في موقف برضو نفس الحكاية، بتلعب على ال 12 بونت، مفيش عندنا بدايل غير انك تلعب على ال 12 بونت، مفيش، هو الماتش ببطولة، مفيش، مش كاس بالزبط. كمان يا كابتن ده بطولة بالزبط. يعني اللعيبة دي لما ان شاء الله ربنا يوفقكم وتقعدوا في الدوري، اعتقد ان هو انجاز كانكم في الدوري، لا هيروح كمان مثلا. يعني انا متهيألي ان هي هتروح كمان لاعجاز مش انجاز، لانك انت فعلا. من بعيد خالص خالص وتخش جوه، اعتقد ده هيبقى نقله كبيره جدا، ونتائج كمان لما الرجاء. تسمع ان الرجاء كسب المقاولين، الرجاء كسب انبي بالظبط دلوقتي ما شاء الله طلع تاني عامل طفره تاني، الرجاء كسب الطلائع، الرجاء كسب دجله في دجله، يعني وادي دجله ده انا بعتبره من اصعب المباريات اللي فعلا. انت مثلا فعلا كان لسه مباراه صعبه جدا جدا، لان دي الفرقه اللي المفروض في الصراع معاك وبتلعبهم في ملعبهم، وكمان يمكن احنا تقدمنا بهدف وبعدين هم تقدموا علينا بهدفين بان النتيجه وصلت 2-1. احنا الحقيقه يعني في المباراه دي حصل حاجه غريبه جدا، احنا لما تقدموا علينا بهدفين انا قمت بسرعه جدا واتكلمت مع اللعيبه قلت لهم لا لسه بدري وهنكسب، على الخط كده قلت لهم لسه بدري وهنكسب، احنا في ظرف دقيقه ونص كنا مسجلين هدفين بالظبط، يعني دقيقه ونص تعادلنا وكسبنا بالزبط. وتقدمنا ونهينا المباراه بال 3-2، نتيجه طبعا كانت مهمه جدا بالنسبه لنا الحقيقه. اللعيبه كمان تحس ان هم اللعيبه عندها الخامه وعندهم الاستعداد وعندهم الطموح ان هم يقعدوا في الدوري الممتاز، ودي اهم حاجه كابتن رمضان بالظبط، بتسهل مأموريتك كتير قوي. ده يا عبد الحميد اللي اشتغلنا عليه من اول ما مسكنا، قلنا لهم يا جماعه انتوا لعيبه كويسه
واحنا عملنا لكم كمان اضافات قويه جدا جدا في انتقالات يناير. في يعني انت بتتكلم مثلا في الحقيقه في المغربي، في سعيد اوكا، في زنفولي الحارس المرمى اللي مصر كلها بتتكلم عليه دلوقتي، في عادل العربي، في عبد الحميد سامي، محمد جاب، هشام فتح الله، في دول اللعيبه المجموعه اللي هم كانوا موجودين القدام. احنا زودنا بقى عليهم، بتتكلم في حماده ناصر واخدينه عرب من المصري، بورسعيد يعني جاب لنا 5 اهداف وحاجه، مهاجم على مستوى عالي جدا، في محمود عبد العاطي، وفي ديفيد، وفي بلال جمال من الجيش اعاره، جبنا محمد عبد الله من فاركو، وجبنا الحقيقه محمود صبري من الداخليه، جبنا يسري من سموحه، جبنا لالا من سموحه، ستيفن من جبناه تعاقد جديد. الصفقات دي كلها مع المجموعه اللي انا بكلمك عليها، المجموعه القديمه الحقيقه، قلنا لهم ان احنا ما عندناش اي بدايل غير ان احنا نلعب على المكسب على اساس ان احنا نبقى في الدوري. يعني كل الصفقات اللي حضرتك طلبتها من الحاج سعد جابها لك. اكيد اكيد طبعا. طب نرحب بيه بقى انت. طبعا الحاج سعد الحقيقه ساندنا. يا حاج سعد. حاج سعد ازاي حضرتك؟ كابتن ميدو ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانا طيب بصحة وسلامة كابتن رمضان وقناه الاهلي. اهلا بيك. ربنا يخليك يا حاج سعد. كابتن رمضان منور بيته ومنور القناه ومنور الدنيا كلها. ربنا يخليك طبعا حبيب. شخصيه محترمه ومدرب كبير، وربنا يا رب يكرمه كده ويحقق الهدف اللي هو بيلعب له يا رب. ولكن قبل كل حاجه بشكر قناه الاهلي اللي دايما داعمه لابناء الاهلي وداعمه للفرق الصغيره الحقيقه دايما. ده انتوا نادي كبير ان شاء الله حاج سعد، وان شاء الله تقعدوا في الدوري وعاملين نتائج ولا اروع مع كابتن رمضان بصراحه. لسه كنا بنتكلم عن نتائج، وكل مصر بتتكلم عن نتائج نادي الرجاء والتغيير الفني اللي حصل والشكل الفني اللي حصل في الملعب كمان. نادي الرجاء دلوقتي الفرق بتروح له خايفه، فكنت بتكلم مع كابتن رمضان، تخيل بقى لو الكلام ده بدات بيه من اول الدوري. والله يا كابتن ميدو طبعا انت يعني ما بحبش عليك، احنا بدايتنا كانت وحشه جدا، جبنا لعيبه ما كانوش يعني قد المستوى، ما وفقوش معانا. كابتن خالد القماش مدرب كويس، ولكن كان سفرته للسعوديه غاب شهر قبل بدايه الدوري، كانت تاثيرها سلبي. ما قدرناش نعالج نفسينا الا في يناير الحقيقه. من يوم ما جه كابتن رمضان السيد قدر يلم اللعيبه، طبعا خبرته كبيره في مجال التدريب، اكيد 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 عرف يتعامل مع اللعيبه، كل واحد بعقليته واحتواها. حسينا ان الفرقه كده بقت راجل واحد، اللعيبه كلهم روح واحده، محدش بيزعل، محدش يعني الناس كلها ماشيه في هدف واحد. من ماتش لماتش انت شايف احنا اخر 7 ماتشات عاملين نتائج ايجابيه جدا، يمكن كانوا عاملين احصائيه اول امبارح نادي الرجاء من يوم ما جه رمضان السيد يمكن هو الرابع نتائج كويسه. فعلا فعلا دي حقيقه. لكن هو قال لنا واحنا والامور متاخره شويه، لكن الكوره ما فيهاش حاجه مستحيله. اكيد. انا من يوم ما جه الكابتن رمضان اتفقت معاه، قلت له يا كابتن رمضان بص الامور صعبه لكن ما هيش مستحيله. كابتن رمضان احنا مع بعضينا سنه ونص. ممتاز الف مع بعضينا، في الممتاز مع بعضينا، قال لي برد ضالين امين، ده مكاني وده بيتي، والراجل بيشتغل الحقيقه عنده روح جامده جدا. لا ده انت في ايد امينه يا حاج سعد، يعني انا بكلمك وربنا اللي يعلم، انت في ايد امينه جدا جدا. الكابتن رمضان السيد يعني استامنه على اي حاجه هتلاقيه قايملك بيها على اكمل وجه، ودي حقيقه. طبعا الراجل شغال واللعيبه مستجيبه معاه جدا جدا، انت شايف ادائهم، كتبوا طلائع الجيش وكتبوا وادي دجله وكتبوا انبي ما شاء الله، عدل مع سموحه واحنا مضيعين 5 اهداف يعني ما يدهوش. طنطا لا الحقيقه عاملين يعني، هو الماتش الوحيد اللي كانوا العيال ما هماش في حالتهم هو ماتش الزمالك. بالظبط. وماتشات الزمالك والاهلي دي دايما تيجي ايه بالايجاب بالسلب. بالظبط. الحمد لله الكابتن رمضان قدر يطلع اللعيبه بعد ماتش الزمالك على طول، قعد بيهم كذا قعده وتمرين، وقلت لهم انا ليله الماتش لقيت اللعيبه في حاله ثانيه ومركزين على المكسب، طلعوا الجيش وفعلا ربنا كرمهم، ان شاء الله باذن الله مركزين في الماتشات اللي جايه. ماتشاتنا كلها كؤوس زي ما قال لهم كابتن رمضان. فعلا. ويمكن استاذ المحافظ اتكلمت معاه امبارح، كنت بتكلم معاه. اتكلمنا قلت له بص يا كابتن احنا عندنا 4 مباريات نكسبوهم. قال لي حاجه صعب نكسب 4 مباريات وننزلوا مش مشكله. نكسبوا المباريات بتاعتنا وننزلوا واللعيبه كل واحد ياخد استقالته كامله. انا لسه بقول حاج سعد، لسه كنت بتكلم مع عبد الحميد دلوقتي ان احنا فرق معانا بشكل كبير جدا في استلامنا لعملنا الحقيقه انتقالات يناير، وانت ساندتنا الحقيقه بشكل كبير جدا. اللعيبه كلها اللي احنا طلبناها جت، ولعيبه مميزه يعني، احنا كنا عارفين ان دول لعيبه مميزه، ما كانوش بيلعبوا في فرقهم، وما كانوش اساسيين في فرقهم، لكن انا عارف ان احنا كنا هنقدر نستفيد بيهم ازاي الحقيقه. اعتقد ان انت برضك ليك دور يعني ان شاء الله باذن الله. احنا والله احنا بص يا كابتن رمضان بندعم في حدود امكانياتنا واللي اداره بيه وبنلتزم بيه، لكن عايز اوضح للكابتن عبد الحميد حاجه. اتفضل. انه يعني
جامده جدا يا كابتن حميد لما مدرب يطلب لعيب ما بيلعبش في فرقته طبعا ويقول لك اللعيب ده كويس ويراهن عليه طبعا طبعا هو كابتن رمضان السيد من احسن المدربين اللي يعمل لك فرقه وهو حاطط رجل على رجل يعني قال لي حماده نصر هات قال لي محمود عبد العاطي هات قال لي مصطفى الله هات بلال جمال هو اللي كلمه بنفسه الناس اللي طلبها كلها ما بتلعبش فرقه ولكن لما جم والعيال اللي روحهم اتغيرت معاه اتفرج عليهم الناس كلها يعني اوكا انديز مصر كلها بتتكلم عليه دلوقتي انا عايز اقول لك حاج سعد ان فريق امبي اللي الناس كلها كانت بتتكلم عنه كابتن رمضان مع كابتن امام محمدين هم اللي عاملين الفرقه دي يعني كابتن رمضان كان يطلب من كابتن امام يقول له تمام ونجيب لغايه لما عملوا فرقه امبي وكانت فرقه فرقتين احنا كنا فرقتين كوره يعني حاج سعد قدام حضرتك اربع مباريات اعتقد ان كل الحوافز اللي ممكن تقدمها او في ايديك هتقدمها للعيبه طبعا يعني اربع مباريات هتوفر عليك عناء ان شاء الله ان شاء الله ما يحصلش هيتوفر عليك عناء سنه كامله في دوري الدرجه الاولى فاعتقد ان لو في ايدك اي حاجه وفي المحافظ او الرجال المحبه لنادي الرجاء رجال الاعمال المحبين لنادي الرجاء ان هم يقدموا كل ما يملكوا لنادي الرجاء في الاربع مباريات دي وما يستاهلوا بصراحه اللعيبه طبعا يا كابتن حميد احنا مش هنتاخر واتفقنا كلها هننفذها بالحرف لكن اللي انا حابب اقوله من خلالك وخلال برنامجك وخلال نادي الاهلي انه محافظه بروح كلها بدايه من السيد المحافظ واصغر واحد بيوجه الشكر للكابتن رمضان السيد ربنا يخليك كابتن هيثم شعبان وكابتن رضا ابو اليزيد والكابتن عبد الله منا وعماد وسليمان والجهاز الطبي والاداري الامانه عمل شكل غير مفهوم الناس كلها اللي كان يقول لك الرجاء نادي الاول نادي لا المفهوم كله اتغير والشكل اتغير فاحنا نقول لك كابتن رمضان احنا بنشكرك جدا جدا ربنا يخليك حاجه سعاده رايد بيه يكون واحنا راضيين باي حاجه تحصل لكن التغيير الكامل اللي حصل انت تستحق عليه الشكر جدا من محافظ بطرون والله حق سعد ربنا يكرمك ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمكم وما يضيعش تعبكم ان شاء الله تقعدوا في الدوري الممتاز الحاج سعد ابو صندوق رئيس نادي الرجاء دايما بتنورنا وبتشرفنا في قناه النادي الاهلي راجل طبعا انا لسه بشيد بيه دلوقتي وفعلا يعني حاجه محترمه جدا 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 وامكانيات معدومه يا كابتن وامكانيات وبيحاول بيحاولوا بشكل كبير جدا سياده المحافظ طبعا هي فرقت معانا السنه دي الحقيقه ان الفرقه مش ماشيه كويس اعتقد لو الفرقه دي ماشيه كويس من الاول كان سياده المحافظ طبعا يعني ساند بشكل كبير جدا 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 نتائج جميله نتائج لكن احنا الفتره الاخيره جميلة. طبعا الحمد لله يعني ويمكن اقول لك حاجه يا عبد الحميد في مباراه طلائع الجيش اللي احنا اخر مباراه كسبناها يعني يمكن احنا اشتغلنا على النواحي النفسيه لان احنا لما بتيجي تتكلم على ايه سبع مباريات بتقدم نتائج ايجابيه وبتقدم اداء كمان على مستوى عالي جدا بتكلم فيه. لما تيجي تقع في مباراه اللي هي مباراه الزمالك الحقيقه ودي مش فرقتنا خالص بقى يعني ما تحسش ان دي لعبتنا ولا دي فرقتنا خالص يمكن احنا كان قبل المباراه مباراه دجله الحقيقه مكسب دجله يمكن اثر نفسيا على الاولاد شويه لكن احنا الحقيقه ازاي قدرنا في خلال 3 4 ايام ان احنا نطلع اللعيبه للحاله الاولانيه اللي ادوا بيها السبع مباريات ونطلعهم من الحاله النفسيه السيئه اللي هي كانت بعد نتيجه كبيره الحقيقه اللي احنا تعرضنا لها في مباراه الزمالك ازاي بقى في 3 4 ايام دولت نوصلهم تاني للحاله اللي كانوا عليها وفعلا عملوا مباراه كبيره جدا في مباراه طلائع الجيش وكسبنا بهدف الحقيقه وقدم مباراه على مستوى عالي جدا وتقول وتبتدي بقى تروح لايه هي دي فرقتنا هي دي فرقتنا في النواحي الدفاعيه هي دي فرقتنا في النواحي الهجوميه اعتقد ان هم عملوا مباراه على مستوى عالي جدا يعني كابتن رمضان مباراه الزمالك كانت حساباتك ايه فيها ولا اللعيبه كانوا بعيد عن حالتهم هي طبعا بعيد عن حالتهم حاجه لكن احنا مجلس اداره الحقيقه يعني بيوفر لهم كل حاجه كل طول حاجه عمر بصراحه النادي الاهلي طبعا على طول بقى يعني على طول طبعا يعني اتفضل كده انا بس قبل ما اروح للنادي الاهلي عشان بس معانا مجموعه الحقيقه مجموعه مخلصه جدا في العمل فلازم معلش لا اتفضل كابتن عبد المولى مدير الكوره رضا ابو اليزيد اللي هو المدرب معانا حاجه قمه الاخلاص وقمه الحب للنادي الحقيقه في عماد عبد المولى وفي سليمان سنجاري دول الجهاز الاداري وفي الحقيقه دكتور محمد شفعي التاهيل والحاجات دي حاجه على مستوى عالي جدا 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 يا رب ان شاء الله يكرمكم وتقعدوا هنرجع نتكلم عن الرجاء نختم بنادي الرجاء طبعا مع كابتن رمضان السيد عايز افكرك بالنادي الاهلي وقرعه الدوري الافريقي وقرعه الدوري ابطال افريقيا فكر حضراتكم تاني النادي الاهلي متصدر المجموعه على راس المجموعه معاه الترجي التونسي يا كابتن رمضان معاه تاون شيب من بوتسوانا معاه كامبالا سيتي من اوغندا ودي المجموعه في ناس مستصعبها شويه عشان وجود الترجي التونسي وفي ناس قالت لا النادي الاهلي قادر ان هو يطلع على راس هذه المجموعه يعني هقول لك حاجه يا حميد الحقيقه كان من مثلا ايه نقول من حوالي
فترة كبيرة جدا دخلت 10 مواسم حاجة كان الشمال الأفريقي بيمثل لنا مشكلة كبيرة جدا. بالزبط. لا احنا النادي الأهلي بقاله فترة كبيرة جدا خلاص ابتدى يعرف يلعب الشمال الأفريقي. يعني اعتقد ان يعني خير مثال لكده ان الموسم اللي فات انت بتكسب 6 وبتكسب بمنتهى سهولة كمان. فاعتقد ان وجود الترجي التونسي مع النادي الاهلي في المجموعه واعتقد ان هم قريبين كمان الاثنين ان هم يصعدوا. لكن ما اعتقدش ان الشمال الافريقي حاليا دلوقتي بيمثل اي عقبه امام النادي الاهلي في مباريات المجموعه. بس مثل يا كابتن رمضان السنه اللي فاتت الوداد وانا وكان يعني كان دايما بقول بفعل فاعل كان التحكيم الافريقي والظروف الخارجيه والعوامل الخارجيه. يعني انا هقول لك حاجه يا ابو حميد. اتفضل. يعني الحقيقه انت لما تيجي تعمل تقييم للمباراتين اذا كانت مباراه القاهره او مباراه اللي اتلعبت في المغرب اعتقد ان النادي الاهلي كان اقرب اللي هو المكسب. مباراه القاهره كان قريب جدا ان هو يعمل سكور كمان. بالزبط. لو الحقيقه كان في توفيق ولو في الفرص الكتيره جدا 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 الفرص السهله السهله اللي اضحى الحقيقه نجوم النادي الاهلي واذا كان مهاجمين او اذا كان وسط الملعب. المباراه اللي اتلعبت في المغرب النادي الاهلي كان عامل تفوق بنسبة كبيرة جدا. فعلا. الاستحواذ اللي هو الأخطر هو اللي بيضيع فرص كان ممكن ويمكن في مباراتين الحقيقة إذا كانت مباراة القاهرة أو مباراة المغرب كان في ضرب جزاء في مباراة القاهرة وكانت سهلة جدا إنها تتحسب وكان في مباراة الحقيقة في ضرب الجزاء في مباراة المغرب كان برضو لو اتحسبت كانت هتفرق بشكل كبير جدا. تمام. أنت عايز هيثم يقعد بقى يعمل لنا بقى الشيخ هيثم. طيب كابتن هيثم شعبان المدرب العام نادي الرجاء. كابتن هيثم أهلا بيك. أهلا وسهلا. ازيك يا كابتن عبد الحميد؟ عامل ايه؟ أخبارك وزي صحتك؟ أخبارك أنت إيه؟ والله. وأنت كمان. إيه الأخبار؟ الحمد لله والله. كله تمام؟ تحياتي ليك وتحياتي للكابتن رمضان السيد. الله يخليك. انا برضو انا شهادتكم فيكم يعني الشهاده بتاعتي فيكم مجروحه كابتن رمضان. والله يعني انا عارف ان هيثم مدرب يعني ابني. ابني خالص صغير وكل حاجه ومدرب بصراحه هو اللي حببني في التدريب. وانا عارف ان هو يعني شهادتي فيه مجروحه بقى يعني. انا الله يخليك. بص انا هقول لك حاجه يا هيثم. شعبان يا هيثم. ازيك يا هيثم؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ يعني منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا هيثم. يعني انا هقول لك حاجه. المدربين اللي اتظلموا ان هو مش طالع من نادي. اعتقد ان هيثم شعبان لو في نادي كبير كان هيبقى مختلف تماما كابتن. يعني هيثم شعبان انا بقول الحقيقه من المدربين المحترمين جدا جدا في مصر. مش في يعني في مصر. اكيد. الحقيقه حاجه محترمه جدا وحاجه يعني علم وحاجه جميله واخلاق وكل حاجه. حاجه كويسه يعني. ما تقعدش بقى تحسن يروح دلوقتي بصراحه. هو عليا بصراحه يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه بصراحه يعني كتر خيرك. وطبعا اتعلم من حضرتك كتير ويعني طبعا يعني الحمد لله يعني انا فخور وبتشرف بوجودي في جهاز حضرتك يعني. وان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله كده نحقق الهدف ان شاء الله. ربنا يحترمنا فيه ان شاء الله. هيثم الموقف صعب بس انتم عاملين نتائج كل الناس مش انا بس بيقولوا ان نادي الرجاء لان الرجاء اتغير في كل حاجه بصراحه خصوصا فنيا خصوصا في الملعب. الناس اللي بتفهم في الكوره وفي التدريب شايفين نادي الرجاء اتغير فعليا كمان في الملعب كمان. شايف الموضوع في 4 مباريات متبقيه المقاصه والنصر والاسماعيلي والاتحاد السكندري شايف الموضوع ازاي بسرعه كده؟ والله يا كابتن عبد الحميد سريعا كده اولا الكره زي ما انت عارف وزي ما الكابتن اتكلم من شويه الكره ما فيهاش مستحيل اكيد. الامور صعبه زي ما انت ما قلت دلوقتي ولكن ما فيش مستحيل في الكوره اكيد. احنا بنشتغل وكابتن رمضان موجهنا في اتجاهات معينه بنشتغل فيها عشان نقدر نحط ايدينا على مفاتيح اللعب اللي نقدر نستخدمها في فرقتنا بالعناصر الموجوده بالاضافات اللي تمت في شهر يناير عشان نقدر نستخدمها كويس ونقدر نحصل على 3 نقاط في كل المباريات المتبقيه ان شاء الله لنا في الدوري. اكيد يعني قد يصاحبنا بعض سوء التوفيق يعني في بعض المباريات زي ما حصل كده وما قدرناش نحصل فيها على 3 نقاط ولكن الحمد لله اللي جاي ان شاء الله باذنك يا رب بعد الاخفاقات اللي حصلت خلال الاربع مباريات اللي فاتت ودوره الخساره لان الحمد لله حصل تطور وتحسن في الاداء بعد استمراريه العمل مع الفريق. تمام. خصوصا بعد اضافه المجموعه الجديده وان شاء الله باذنك يا رب ان شاء الله بنامل في الاربع مباريات المتبقيه ان شاء الله نحن نحصل على 3 نقاط في الاربع مباريات ان شاء الله ويكون لنا نصيب في البقاء ان شاء الله في الدوري ان شاء الله. يا رب يا هيثم يا رب ان شاء الله تقعدوا ان شاء الله تيجي انت والكابتن رمضان والجهاز الفني ونعمل لكم حفله هنا في قناه النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. حبيبي يا كابتن حميد ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك ومتشكر جدا وان شاء الله اشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن هيثم شعبان المدرب العام لنادي الرجاء شكرا جدا ليك.
يعني كابتن لوقتنا جري بصراحة معاك. اتكلمنا عن النادي الاهلي، عايز اقول لك المجموعة زي ما حضرتك كنت بتتكلم قلت النادي الاهلي قادر ان هو يتصدر هذه المجموعة. طبعا النادي الاهلي قادر ان هو يتصدر المجموعة، وزي ما قلت لك النادي الاهلي بيمتلك افضل لعيبة في مصر وافضل لعيبة في افريقيا. ويعني ان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي وكل المحبين للنادي الاهلي اعتقد ان هم الموسم دوت حاطين الحقيقه مركزين ان هم ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ياخد البطوله. وزي ما قال الكابتن الكبير الحقيقه كابتن محمود الخطيب ان كمان في بطوله العالم ان شاء الله النادي الاهلي حس ان المركز الثالث يروح لمركز ابعد ان شاء الله. تمام، يعني لو حضرتك بتدي او بتتكلم مع كابتن حسام بدري في تدعيمات ممكن تقترح عليه دعم في اي مركز؟ يعني هو الحقيقه انا يعني النادي الاهلي يعني نزل النواحي الهجوميه ما اعتقدش ان هو محتاج اي حد. بالظبط، عنده النواحي الهجوميه اذا كان المهاجمين او وسط الملعب مهاجمين او الديفندرات على مستوى عالي جدا جدا كتير. جدا اعتقد المركز الوحيد اللي ممكن نادي حسام والنادي الاهلي يدعم فيه السرد باكين، لان دي مركز شويه ناقص لازم يدعم فيه ان شاء الله باذن الله. تمام تمام، يعني نروح لمنتخبنا ومستر هيكتور كوبر، ودايما احنا بنتكلم على مستر هيكتور كوبر ان هو مدرب دفاعي شويه او بيغلب عليه السماء الدفاعيه. نروح نشوف تقرير عن منتخبنا الوطني ونرجع لحضراتكم على طول. يستهل المنتخب الوطني تجاربه الودية العالمية استعدادا لمونديال روسيا 2018 بمواجهة البرتغال في العاشرة إلى الربع من مساء الجمعة المقبلة على ملعب ليتزي جراند في مدينة زيورخ، وذلك ضمن معسكر استعداد المنتخب في سويسرا. سيواجه المنتخب خلال المعسكر أيضا نظيره اليوناني في 27 من مارس الجاري على نفس الملعب الذي يستضيف مباراة البرتغال. يعول المدير الفني للمنتخب الوطني المخضرم الأرجنتيني هيكتور كوبر على معسكر سويسرا في توفير عنصر الاحتكاك القوي للمنتخب مع مدرستين مختلفتين، فستمثل مواجهة البرتغال الملقبة ببرازيل أوروبا بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو أهمية كبرى للاعتياد على مواجهة الفرق القوية هجوميا، فيما ستكون مواجهة اليونان تجربة مميزة لمجابهة الفرق التي تعتمد على الطرق الدفاعية. بالحسابات المنطقية يعد المعسكر الحالي من أهم الخطوات لإعداد المنتخب للمونديال، حيث لن يخوض أي مباريات ودية أخرى إلا في 26 من مايو أمام الكويت، ثم السفر إلى إيطاليا لمواجهة منتخب كولومبيا في 1 يونيو، وأخيرا السفر إلى بلجيكا لمواجهة بلجيكا يوم 6 من نفس الشهر، والعودة للقاهرة ثم السفر إلى روسيا في 10 يونيو. سيبدأ كوبر في تصفية العناصر التي ستنضم إلى المعسكر الأخير بداية من معسكر سويسرا، حيث سيكون مجبرا على السفر إلى روسيا بقائمة تضم 23 لاعبا بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. اختار كوبر قائمة ضمت 28 لاعبا وهم عصام الحضري، أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمد عواد، علي جبر، سعد سمير، أحمد حجازي، أيمن أشرف، أحمد فتحي، أحمد المحمدي، عمر جابر، محمد عبد الشافي، طارق حامد، حسام عاشور، وسام مرسي، محمد النني، عبد الله السعيد، حسين الشحات، محمد مجدي، عمرو وردة، محمود عبد الرزاق شيكابالا، محمود عبد المنعم كهربا، محمود حسن، تريزيجيه، مؤمن زكريا، رمضان صبحي، محمد صلاح، مروان محسن، أحمد حسن كوكا. فرصة ذهبية لن يفرط فيها أي لاعب بسهولة، هو ما سيضع ضغوطا كبيرة على العجوز الأرجنتيني في اختيار العناصر التي ستمثل المنتخب الوطني في المونديال العالمي. ان شاء الله يوم 23 ويوم 27 هم دول مواعيد المباريات فريق مصر الوطني. ان شاء الله يلعب مع البرتغال بكره باذن الله 10:15، يلعب مع اليونان يوم 27. دول المباراتين بتوع معسكر سويسرا مع هيكتور كوبر، لعب مع مصر 30 مباراه وصل فيها لكاس العالم ووصل فيها نهائيات كاس افريقيا اللي اقيمت بالجابون 2017. كابتن رمضان، طبعا النتائج لما نيجي نحسبها كنتائج من طبعا انك توصل كاس عالم بعد 28
عام، ولما توصل نهائي افريقيا وانت قعدت ثلاث دورات ما بتروحش افريقيا، اعتقد ده انجاز كبير جدا يحسب لمستر كوبر. لكن هي انت زي ما بتقول دلوقتي هي، بس هو في حاجه، في نقطه عبد الحميد، نقطه مهمه جدا. العالم كله دلوقتي حاليا دلوقتي لما بيفقد الكوره بينزل تحت الكوره، بيشتغل تحت الكوره في النواحي الدفاعيه اللي بيشتغل بيها مستر كوبر. لكن هي المشكله بس الوحيده لما استحوذ، لما تستحوذ التطوير بقى لكل الانديه، انديه العالم، بتتكلم على برشلونه، بتتكلم على ريال مدريد، بتتكلم على الدوري الايطالي، بتتكلم على المنتخبات العالميه كلها، هو التطوير اللي بيحصل لما بتستحوذ على الكوره. ازاي بتشتغل بقى في النواحي الهجوميه، وازاي بتربط في النواحي الهجوميه، وازاي بتربط في التلت الهجومي، ده اللي احنا، واحنا الحمد لله انا في رايي ان احنا بنمتلك لعيبه النهارده، احنا بنمتلك النهارده لعيب موجود معانا بيعتبر افضل لعيب كوره في العالم. بالظبط، يعني محمد صلاح انا بعتبره من افضل اللعيبه في العالم. بالظبط، بيتكلموا يعني عليه بعد ميسي وكريستيانو. يعني ما كانش كمان يعني بيتكلموا عليه دلوقتي، مع يقولوا ميسي لا بيخش في المنافسه كمان، حاجه جميله يعني هو ابتدى يخش كمان جوه في المنافسه معاهم كمان. فبالتالي انت ازاي بقى تقدر تعمل تطوير وتستخدم الحقيقه امكانيات العاليه جدا وامكانيات الهائله اللي موجوده عندك، في مثلا بتتكلم في محمد صلاح، بتتكلم في تريزيجيه، بتتكلم في رمضان صبحي، بتتكلم في لو بيشتغل بمروان محسن كمهاجم ومحطه لعب، لا عندنا طبعا بنتكلم في النواحي الهجوميه الحقيقه. عندك لعيبه، بتتكلم في عبد الله السعيد، لا عندك لعيبه على مستوى عالي جدا جدا جدا. لو انت بعد فعلا استحواذ الكوره وبتشتغل تربط في التلت الهجومي باللعيبه المميزه دي، لا هتقدر تروح على اي منتخب، يعني هتقدر تعمل نتائج ايجابيه. وانا في رايي ان احنا قادرين، منتخب مصر قادر ان هو يتخطى الدور الاولاني. يعني يمكن الناس مستصعباها، لا ان شاء الله باذن الله قادرين بالامكانيات اللي عندنا، قادرين ان احنا نتخطى الدور الاولاني. ما الامكانيات حاجه، وان انا كمدير فني اطوعها، هي دي يا حميد اللي انا بتكلم عليها. هو طبعا ما فيش خلاف في النواحي الدفاعيه والالتزام بتاع اللعيبه في النواحي الدفاعيه، لكن بس احنا بنتكلم يعني برضه بعد الاستحواذ في الحاله الدفاعيه بتاعتنا برضه. يعني انا متحفظ عليها برضه، احنا ما عملناش الحاله الدفاعيه على اكمل ما يكون، بدليل ان احنا الاجوان اللي جت فينا في بطوله افريقيا كانت جايه باخطاء دفاعيه ملحوظه، يعني موجوده، لكن انا بتكلم على الاجمالي. لا في حاجه طبعا موجوده بنشتغل عليها، والنتائج معموله بشكل كويس قوي. يعني يمكن انا بس يا ابو حميد عاوز اعقب الحقيقه على في اثنين لعيبه انا في رايي لازم يبقوا موجودين في الفتره اللي جايه، حتى لو ما تاخدوش في المعسكر ده، لازم موجودين في المعسكرات، المعسكر الثاني الحقيقه. وليد سليمان في حاله فنيه عاليه جدا جدا جدا، ومحمد حمدي الباك ليفت بتاع المصري برضو حاله، عامل موسمين ثلاثه ورا بعض بمستوى ثابت. واحنا محتاجين كمان، واحنا محتاجين ان احنا معانا عبد الشافي بس يعني حتى المعسكر ده احنا معانا عبد الشافي بس في حته الباك ليفت. انا مش عارف ليه، يعني ليه ما بنفكرش في واحد زي محمد حمدي؟ ده اللي انا بتكلم فيها. يعني لازم يا جماعه، يعني امكانيات كتير انا النهارده، لكن العين وان انا اطوع يعني الامكانيات دي في الصالح العام، دي المشكله. بالظبط بالظبط يا حميد. يعني انا النهارده لما اجي في معسكر زي كده، زي اللي احنا بنلعب فيه مباراتين، اذا كان البرتغال او اليونان، وبعدين عبد الشافي لا قدر الله يصاب، لازم انقل احمد فتحي الناحيه الشمال. طب ليه ما اخدش باك ليفت، وباك ليفت عامل مستوى ثابت، وباك ليفت وبعدين كمان ايه، ما عادش كمان ان هو مثلا الاداء المحلي بس او المسابقه المحليه بس، ده هو دلوقتي بيلعب في مسابقه افريقيه وثابت وجوده، وعامل كمان، لا عامل جبهه شمال قويه جدا جدا للنادي المصري الحقيقه بورسعيد. فانا في رايي ان محمد حمدي ووليد سليمان لازم متواجدين في المعسكر الجاي. وكمان يا كابتن انا عايز اكد على حته احمد فتحي باك ليفت دي. احمد فتحي لما لعب باك ليفت مع منتخب مصر في الجابون، كان اللي شايل احمد فتحي كان تريزيجيه. طبعا تريزيجيه كان بيرجع، هو تريزيجيه اللي قطع كل الكور. يعني احمد فتحي طبعا لعيب مهم جدا، لكن لما مش مكانه، مش مكانه خالص، ولا عدلته. وبعدين انا بفتقده بفتقده في مركز الباك رايت تحديدا. يعني انت بتفتقد في مركز الباك رايت، وبتفتقد تريزيجيه في النواحي الهجوميه. بالزبط. لانك انت بتحمل تريزيجيه نواحي دفاعيه اكتر، تفتقد صلاح في النواحي الهجوميه، تفتقد مروان في النواحي الهجوميه، لان انت بتحملهم نواحي دفاعيه اكتر. بالظبط، في فرق ان انا انزل تحت الكوره، فرق ان انا نام تحت الكوره. بالظبط مش عايز اتكلم. يعني المنتخب لعب مع مستر هيكتور كوبر زي ما قلت لحضراتكم 30 مباراه، كابتن فاز في 20 مباراه وخسر في 6 وتعادل في 4. على المستوى التهديفي منتخب مصر جاب 45 جون من 30 مباراه، مقابل 15 جون في شباكه من 30 مباراه، بمعدل هدفين في كل مباراه.
يعني يعني برضو يعني آسف لا لا مش معدل هدفين، معدل 30 جون بمعدل لا لا ده عدد قليل أقل من أقل من هدف أقل من من هدف أو بالضبط يعني أقل نص هدف بالضبط نص هدف يعني. لكن المستوى التهديفي بنتكلم في 45 جون في 30 مباراة، شايف مستوى تهديفي معقول؟ ما هو احنا على اسلوب لعبنا يعني اسلوب لعبنا يقول لك ان انت ال 45 جول دولت ده حاجه كويسه قوي، لانك انت ما فيش ما بتجازفش وما بتعملش كثافه هجوميه يعني انت على طول في كل مبارياتنا بتلعب على هجمه مرتده بالظبط، فبالتالي انت حتى امكانياتك العاليه قوي 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 الموجوده عندك من اللاعبين يعني بقوم دلوقتي لاعبين على مستوى العالم كمان لازم يبقى الشغل يعني لازم يبقى التلت الهجومي ده فيه كثافه وفيه شغل وفيه حفظ. لو احنا عملنا كده اعتقد ان احنا قادرين ان احنا زي ما قلت لك نعمل نتائج ايجابيه بسكور يعني انا في رايي ان احنا ممكن نعمل مباريات نكسب فيها وبسكور كمان يا ريت بالامكانيات اللي عندنا. والله يا كابتن يا ريت يعني انا قبل ما اسال حضرتك عن رايك في محمد صلاح وشكله مع المنتخب وشكله مع ليفربول برضو عايز اخد راي حضرتك، هيكتور كوبر ممكن يغير الشكل الدفاعي بتاعنا ويطور ناحية الهجوميه زي ما حضرتك بتقول ولا هيتمسك بطريقته؟ لا يعني كلنا كل المتابعين لكره القدم يا عبد الحميد الحقيقه بنتمنى ان مستر كوبر يستغل الامكانيات القويه جدا والامكانيات العاليه جدا جدا في لاعبتنا الكبار دلوقتي على مستوى العالم. احنا عندنا لعيبه على مستوى العالم بالزبط دلوقتي بالزبط. لو مستر كوبر قدر ان هو يعني انا اقول لك حاجه فضل. يعني شوف محمد صلاح وادائه في ليفربول وشوف الراجل بيستخدمه ازاي. ما هو انت كمان تخيل انت مثلا في 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 ليفربول لو كلوب مثلا بيستخدم محمد صلاح وينزله 18 يدافع وهتخسر كتير جدا، مش هيبقى هو ضد محمد صلاح بالزبط. مش هيبقى ده اداء محمد صلاح بالزبط. النهارده محمد صلاح ده هداف الدوري الانجليزي، هداف كمان ايه ده الدوريات العالميه كلها يعني اسباني وايطالي والفرنسي اغلى لاعب في العالم ان شاء الله يعني اكتر لعيب في العالم دلوقتي مسجل 28 هدف بالظبط ما شاء الله. النهارده لو هو في ليفربول بياخد الواجبات الدفاعيه وبينزل 18 ويستهلكه تحت مش هيسجل 28 هدف بالزبط. فاحنا محتاجين برضك ان مستر كوبر ازاي يستخدم محمد صلاح بالزبط. انا ممكن يبقى عندي محمد صلاح واستخدمه استخدام خاطئ مش هاخد منه نفس الانتاج بالزبط. اللي هو بينتجه في ليفربول ده مهم جدا كمان اكيد اكيد. ماذا عن مباراتي البرتغال واليونان؟ نطلع نشوف تقرير عن راي الجماهير في هذه المباراتين ونرجع لحضراتكم على طول. شايف ان اللقاء بالتحديد لقاء البرتغال من اللقاءات القويه جدا للمنتخب واللي هي هتظهر مدى استعداد المنتخب لكاس العالم، خاصه ان احنا هنلاعب فرق المستوى كبير جدا خاصه مستوى مثلا فريق الاوروغواي، وانا شايف ان المنتخب البرتغالي طبعا من المنتخبات الكبيره يضاهي فريق زي الاوروغواي اللي هو معانا في المجموعه بنحطه تقريبا في نفس المستوى. فممكن اليونان تكون على كمستوى منتخب اقل، ولكن انت المفروض تلعب كل المستويات الفرق القويه الضعيفه المتوسطه عشان تشوف يعني توقعاتك بعد كده للاداء هتنعكس في البطوله اللي جايه ان شاء الله بامر الله. احنا بنتمنى يعني ان يكون المباراتين دول استعداد قوي، يعني هم المباراتين في حد ذاتهم هم استعداد قوي جدا مع فرقتين كويسين جدا طبعا، والبرتغال ده احد المرشحين يعني. طبعا ده احتكاك جيد مع فرق بحجم البرتغال واليونان، طبعا احنا بنحاول دلوقتي نستعد اقصى استعداد ممكن عشان نروح كاس العالم واحنا جاهزين. احنا بنحاول نشوف الفرق اللي معانا في المجموعه سواء اوروغواي سواء السعوديه سواء روسيا، فرق من نفس المدرسه نقدر نحتك بيها عشان لما نيجي ان شاء الله نلعبهم في المونديال نبقى اقصى استعداد ممكن. احنا بنتمنى ان هو الاستعداد يكون جيد، بنتمنى طبعا المنتخب يعني يعمل حاجه كويسه، ودي هتبين اللي عمله مستر كوبر خلال الفتره اللي فاتت في التدريبات، هتبين مستوى المنتخب وصل لغايه فين ويقدر يقف فيها على النقاط اللي هي الضعيفه والنقاط القويه، وربنا يوفق المنتخب طبعا. طبعا هيبقى استعداد كويس جدا طبعا، فتره محتاج المنتخب فيها يتفهم اكتر خصوصا العناصر، برضو في عناصر جديده برضو انضمت للمنتخب بالذات البرتغال على مستوى الاستعداد الجيد،
لكن اليونان انا يعني كنت اتمنى ان في فرقه تانية. اعتقد باذن الله ان المنتخب هيبقى استعداده كويس باذن الله. هيكون استعداد قوي جدا. مستر كوبر راجل رائع واكيد يعني احنا مستعدين واحنا خلاص خدنا التجربه دي وجربناها بقى ان شاء الله باذن الله هنحقق نتائج احسن كمان. ان شاء الله اللعيبه تحاول تطور من طريقه اللعب وتحتك بالفرق الاوروبيه ديت وان شاء الله يكون لها استفاده في السلام. استعداد كويس بعون الله وكل واحد يعمل اللي عليه وكل واحد اللي يقدر يعمله هيعمله ربنا يوفق. واستعداد جيد طبعا وما شاء الله يعني فريق البرتغال ما شاء الله منتخب كبير فطبعا ده هيبقى استعداد جيد وباذن الله خير. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان رأي الجماهير في مباراتي البرتغال واليونان. كابتن رمضان شايف ماتش البرتغال ماتش تقيل برضو. ماتش تقيل طبعا وفرقة قوية جدا وفرقة حصلت على بطولة أوروبا حتى يمكن النهائي كمان ما كانش معاهم كريستيانو هي كان مصاب. فرقة تقيلة وإحنا يعني أعتقد إن إحنا لو عملنا نتيجة إيجابية مع في مباراة البرتغال ده هتبقى خطوة كويسة قوي. ما نروحش كأس العالم كده بحلو. هتبقى خطوه قويه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله. وزي ما قلت لك زي ما انا كنت الحقيقه بتكلم على النادي الاهلي بيمتلك لعيبه على مستوى عالي جدا زي ما بتكلم على منتخب مصر بنمتلك لعيبه اذا كان في نواحي دفاعيه في نواحي هجوميه ان احنا فعلا نقدر ان احنا نعمل نتخطى الدور الاولاني. واعتقد لما انا في حسين الشحات الحقيقه انا يمكن بطلب من مستر كوبر ان هو يستخدمه لعيب هايل ولعيب على مستوى عالي جدا حسين جدا حسين الشحات للاسف عمر جابر بره المباراه الاولانيه في اصابه اعتقد ان هو بس يعني يبقى محطوط في الصوره اللي انا كان نفسي اشوف حسين الشحات لا لعيب هايل كان نفسي ولعيب كمان من اللعيبه اللي موجودين في مصر بيعمل لك مثلا ايه بيلعب لك مثلا حوالي 6 مراكز حاجه جميله جدا سوبر. انا في رايي ما احسنش حد لعيب سوبر يعني اعتقد ان مستر هيكتور كوبر مش هيعتمد على حد جديد والله من وجهه نظري انا لا ده لازم عارف. لازم يعني هو عنده مجموعه ما هي دي مشكله كويس. هي دي مشكله كويس الهيكل الاساسي بتاعي يبقى موجود لكن لما بشوف لاعب فرض نفسه يا كابتن رمضان على الكل صح لازم اديله لازم بالزبط. زي ما قلت لك حسين الشحات زي ما بتكلم على محمد حمدي زي ما بتكلم يعني انا هقول لك حاجه انا في رايي كمان ان هو ممكن يلعب في الدنيا باكين حجازي وعلي جبر رغم ان علي جبر الحقيقه ما بيشاركش في مباريات رسميه خالص بقاله فتره كبيره جدا ويمكن ممكن برضك يبقى خارج مباراه الفورمه المباراه الرسميه وبصراحة لان في فرق بصراحه برضك كابتن رمضان ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا انا شايف ان سعد سمير احسن من علي جبر انا بتكلم كمصري هو شايف ان امكانيات سعد سمير الفنيه والبدنيه والسرعه وكل الكلام ده انا شايف هو يمكن بيعتمد عبد الحميد على الحقيقه التجانس اللي كان موجود في البطوله الافريقيه وفي تصفيات كاس عالم كان الاثنين بيلعبوا جنب بعض بس وقت ما كان علي جبر كان بيلعب بالظبط يعني وقت ما كان علي جبر بالزبط. بيلعب مباراه رسميه لكن فعلا سعد سمير عنده ميزه كمان انت عارف يعني يمكن مش موجوده في الاثنين لا في موجوده في حجازي ولا موجوده في علي جبر عنصر السرعه النهارده انت بتتكلم على عنصر السرعه من اهم العناصر اللي موجوده في الكره الحديثه اعتقد ان سعد سمير بيمتلك عنصر السرعه وده مهم جدا كمان انت عندك برضو احمد فتحي في وطبعا ما عندكش في حته الشمال غير عبد الشافي للاسف يعني ما عندناش غير عبد الشافي في طبعا اثنين ديفندر طارق حامد والنني يعني ممكن يلعب ايمن اشرف باك ليفت طبعا أشرف. طبعا بس يعني برضو يمكن ايمن اشرف انا في رايي ان عمل مركز المساك ياخد فيه امتياز احسن ما يكون يعني انا لو بتصنف الحقيقه المساكين اللي موجودين في مصر اللي بيلعبوا في الدوري في المسابقه المحليه انا اعتقد ان ايمن اشرف بيتحط رقم واحد في اداء ثابت كمان ورغم ان حاجه كرات عاليه عشان ما حدش بس يتكلم على الطول والحاجات دي كلها من اللعيبه اللي بتلعب الكرات العاليه بشكل كويس قوي بيعمل جامب على مستوى عالي جدا 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 مواقف واحد ضد واحد حاجه سوبر الحقيقه وكمان بيعرف يمرر الكره من تحت بشكل سليم جدا تمام هفكر حضراتكم بال17 محترف اللي مع مستر هيكتور كوبر عشان بعد ال17 دول هنطلع نشوف راي الجماهير المصريه هل المنتخب قادر على تخطي الادوار الأولى في كأس العالم ولا لا أقول لكم 17 الأول بعد كده نروح للتقرير 17 لعيب هم عصام الحضري من التعاون السعودي وعبد الرازق محمود عبد الرازق شيكابالا الرائد السعودي وأحمد المحمدي أستون فيلا ومحمد عبد الشافي الفتح
السعودي احمد حجازي ويست بروميتش، محمد نني ارسنال، ومحمد صلاح النجم المصري العالمي ليفربول، وعمر جابر لوس انجلوس الامريكا، احمد حسن كوكا سبورتنج براغا، محمود عبد المنعم كهربا الاتحاد السعودي، محمود حسن تريزيجيه قاسم باشا، مؤمن زكريا الاهلي السعودي، وعلي جبر ويست بروميتش، رمضان صبحي ستوك سيتي، عمرو ورده، سام مرسي ويجن الانجليزي، حسين الشحات العين الاماراتي. هنطلع تقرير نشوف راي الجماهير المصريه، هل المنتخب قادر على تخطي الدور الاول في كاس العالم ولا لا؟ نطلع نشوف ونرجع لحضراتكم على طول. طبعا هيكتور كوبر مدرب كبير، خبراته السابقه بتؤهله ان هو يقود مصر للادوار اللي بعد كده. انا بس يعني كمشاهد للكوره شايف ان طرق اللعب اللي مصر كانت بتلعب بيها في التصفيات ممكن ما تبقاش مناسبه للمدارس اللي احنا هنلعبها، بس هو طبعا اكيد هيبقى بيتفرج وشايف كل فرقه نقدر نلعبها ازاي بطريقتها عشان نتجاوز مرحله. كل نقوله اللي هو نتمنى ذلك، لكن طبعا ما نقدرش نقول ان هو هيوصل. احنا الفرقه المجموعه قويه جدا، انا في رايي ان هو قويه جدا، هي مش سهله زي ما ناس كتير بتقول. انت هتلاعب اللي هو اساس الارض نفسه روسيا، وهتلاعب اورجواي طبعا من اقوى فرق العالم، يعني دي زيها زي الارجنتين زي اسبانيا زي اي حد. احنا نامل في الله خير ان شاء الله سبحانه وتعالى، ودي تجربه بتهيالي احنا ان شاء الله ممكن يعني قدها، خاصه ان في منتخبات عربيه قبل كده عملتها. المنتخب السعودي في 94 لما صعد كاس العالم كان طبعا صعد للدور الثاني، المنتخب الجزائري في البطولة الأخيرة في كأس العالم عمل بطولة كويسة جدا. فاحنا لن نقل عن المنتخبات دي في حاجة، بالعكس احنا لنا باع كبير، وكان دايما بيصادفنا بس ايه سوء حظ. ما شاء الله مستر كوبر عمل حاجات يعني مع المنتخب السنة دي، حقق انجازات كبيرة، فان شاء الله هو قادر على الصعود باذن الله. من خلال برضو الهيستوري بتاع مستر كوبر فانا اعتقد باذن الله ان في امل كبير يعني. ان شاء الله نتوقعه، بس الاسلوب محتاجين نطور اسلوبنا شوية عشان طبعا الفرق اللي هنقابلها مختلفة تماما. محتاجين نطور اسلوبنا هجوميا شويه، هو طبعا عنده حذر دفاعي كويس، ودي برضو طريقه من الطرق اللي هو بيشتغل عليها، دي طريقه قدر ينفذها من المنتخب كويس. احنا كنا مفتقدينها فتره طويله يعني. والله احنا كلنا امل، وكلنا بنامل ان يعني هيبقى انجاز كويس قوي ان هم يروحوا للدور الثاني، بس عليه مستر كوبر عليه ان هو يغير شويه من الطريقه اللي كان بيلعب بيها في البطوله الافريقيه، لان الكره الاوروبيه خلاف الكره الافريقيه. والله ده املنا يعني، ان شاء الله طبعا ربنا يوفقه، وهو يعني هو اكيد طبعا عشان بقاله فتره كبيره مع المنتخب، فممكن يكون قدر يفهم المنتخب كويس غير حد غير. واتمنى طبعا وهو يعني اللي خلينا احنا شبه واثقين يعني ان هو قدر يوصل بالمنتخب لغايه ما دخل مباراه كاس العالم. والله هو مش مستر كوبر اللي يصعد المستويات الثانية، والمنتخب واللعيبة ومجهودهم وجهدهم وإصرارهم هو اللي يصعدهم للدرجات الثانية، لأن الكوبر معهم من زمان، هم عارفين بعض، هم عارفين كوبر وكوبر عارفهم، يبقى الباقي الكرة في ملعب اللعيبة. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني راي الجماهير يا كابتن رمضان برضو بنصبح حول الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، برضو مستر هيكتور كوبر ومع مجموعه لعيبه وكل جميل بتامل ان احنا نتخطى الدور الاول لكاس العالم. اكيد اكيد زي ما قلت لك يا عبد الحميد، عشان احنا بنمتلك لعيبه مميزه، الجمهور واثق في لعيبته الحقيقه وواثق في امكانيات لعيبته. احنا بنتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان مستر كوبر الحقيقه يستخدم لعيبتنا يعني في النواحي الهجوميه بشكل يعني يليق بلعيبتنا يا رب، يعني ده مهم جدا جدا يعني. لان انا هقول لك حاجه، يعني انا متاكد 100% ان امكانيات لعبتنا دي يعني لو لعبت على 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 المرمى وعملوا كثافه هجيب جوال في ماتشات كتيره فعلا. يعني حتى لو جه فينا جوال ايه المشكله فعلا. بس احنا هجيب جوال اكتر يعني تكسب 3-2، تكسب 3-1، تكسب 4-3، تكسب 5-4، عندنا امكانيات لازم نستخدمها بشكل كويس. يا رب يا رب، يعني الوقت عدى معاك بسرعه. ربنا يخليك يا عبد الحميد، ودايما انا بتشرف بيك ودايما بنور بيتك وقناه الاهلي. الله يخليك يا عبد الحميد، ان شاء الله كل التوفيق ليك مع الرجاء في الاربع مباريات القادمه الصعبه جدا ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليك، وان شاء الله تقعد ونستضيفك وانا بقى انت وجهازك الفني المحترم، ونبارك لكم باذن الله. ان شاء الله. انا طبعا بختم كلام الحقيقه، بتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان يرجع لنا الكابتن محمود الخطيب بالسلامه ان شاء الله باذن الله من ريحه العلاج يا رب. والكابتن محمود الخطيب طبعا قيمه كبيره كبيره كبيره
في الكره المصريه وفي ادارته للنادي الاهلي. يعني بتمنى له طبعا العوده سالمه ان شاء الله باذن الله. اكيد انا كنت دايما بقول ان الكابتن محمود خطيب حتى في الاحتفاليه الاخيره جسد روح النادي الاهلي في السنين اللي فاتت في شخصه. اكيد كان حاجه جميله قوي. اكيد ان شاء الله يرجع بالسلامه وكويس لحضرتك. يعني ان شاء الله اشرت لهذه النقطه. نورتني وشرفتني مره ثانيه وان شاء الله نفرح بيك انت وجازك وانتوا قاعدين في الدوري العام والوقت معاكم دايما بيخلص بسرعه. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر بكره في المباراه المهمه جدا مع البرتغال. هنشوف منتخب مصر بقى مع فريق كبير جدا كريستيانو رونالدو ورفاقه محمد صلاح النجم المصري العالمي ورفاقه. كل التوفيق لمنتخبنا. ما تروحوش بعيد بعد قليل النجمان الكبيران المهندس عادل الكوعي استاذ ابراهيم المنيسي في ملك وكتابه مع الف سلامه.